بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: وتأنيس الجموع غير حقيقي، ولذلك قيل فعل الرجال وجاء المسلمات ومضى الأيام. بحث من تأنيسة لنا وتأنيس دا دقينا او بشكل ربطي هي بجمع والشارح لشارح كادة فرمي علماء همو يقدنج لودا كجمع مذكر سالم بقرار قطعي حكم تأنيس نية حكم جمع هي جابوا هل سر او اساس بنرتا بغير جمع مذكر سالم او اي جمع دلين مؤنسا أما حسابي مؤنسي غير حقيقي يا مذكرات واتو وقتك أو اسم أو جمعية كبصورة اسم ظاهر دو عاملة كديت ذكرت عاملة كعلامة تأنيس بقرة دبر خاطري أو اسم ظاهرية وذكرت نيكرت أو بابتي أخير لموردي مؤنسه مذكر ده أفرمي تأنيسي جمع كان غير حقيقية وكو جمع كان اسم جنسي شرواي واسم جمع شرواي البت باسي اسم جنس ذكا لآخر بحثة بلان هم اسم جنس هم اسم جمع أوانش حكمي لواقع دا غير حقيقيا هي مؤنثة كانيا جالت يا غير حقيقية لواقع دا لزمي ما كردني تيب عامل كيو يا لا تركته يعني تاني ندي بعاملك وكم مؤنسي ظاهري مجازي ويا اسمك ظاهر مؤنسي مجازي شون يما مخير عاملك تي بي وبنين يا بي وينين قربان تانيسي جمع كان باستثناء جمع مذكر سالم اسمي جمع اسم جنسيش دقيقا هر ابو جورا يعني يما مخيرين لو 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 بابت ده بلى بلام يك فرقي هي اي جمع بالنسبة هناني تي ولا هناني تي ام جمع لقل اسمي ظاهري كمؤنسي مجازي ومفرد فرقي كي هي اسمي عفو مؤنسي ظاهري ومؤنسي مجازي كمفرد به لقل جمع كأيش حكم مؤنسي هبت يكفر قيان هي أيش أويا كحس في علامة تأنيس لجمع جوان تلتاوك مفردك بو بدليل أوي تأنيس جمع بتأويله أيش أويك بمعنى تدبي بمعنى جمع عدبي بلام تأنيسي اسمي مفرد كوا مؤنسي مجازي به قل بان تأويلي تدنيا بلام اي جمع قطعا بتأويل او كالا ذكره قطعا بتأويل او كالا ذكره بلام اي اسمي مفرد كوا اسمي ظاهر بلين مؤنسي مجازي جايا تيلا لفزاتي يا الفي مقصوري بيو يا الفي ممدودي بيو يا تيلا تقدير ذاتي دايا بنوع اسمك للفظة مؤنسة بلام جمع لفظك مؤنس نيا دينين بتأويل لكين بمؤنس أو قاعدة كواد بإما أو بحثة أو بصادين قدرني أو تي كمان تيا لحالي ببيت زوج شك بس كدلوة تأنيس الجموع غير حقيقيين تأنيس جمع كان غير حقيقية من ليرة دا عبارتك بعام هي ناويتي بلام منتها شارح دروسي دكاته ولا شرحه كذا وبريزي زمخشري لمفصل شهر استثناء كذا كذا جمع مصحح اي مذكر استثناء لو قاعد او بتاويل جنابه مؤنث وقت اسم جمع مذكر سالم لدو عامل لك ودي بقرار قطعي دروزنيه عامل لك تي بي او بيت لا تولي جاء الزيدون دروزنيه بلي جاءت الزيدون وكو جاءت الرجالونيه بقرار قطعي بود دروزنية دلك الشيء أولا چونك جمع مذكري سالم شرفي تسكير عقلبون علمبون تداهية
كما قراري قتي اما بمؤنس ناخو بلا جاء وقتها بارزيان واتزمخشري لما تني انوزازات سن مثالي هنا يبشتي سليها مثال سيرا في افرمي كسرتي مثال جاري واهر بتوضيحة بلام هندي جار دردك يوه كسرتي مثال بيانجري قواعد زورة هر يك قاعدة كي تدايا او مثالانه كليل دا دقيقا شتيك شبيه بوا دردة دلفة على الرجال جمع اول من جمع مذكرة بلام اي مكسر جمع دوما جمع مؤنسي سالمة وكجاء المسلمات جمع سيوما الايام بلا ايش هجمعي مكسرة بلان لفظكي مذكرة إنا يوم خول حالك تسكير وتأنيس إنا بلان لفظكي مذكرة بس فرقناك چه مذكري حقيقي بيه كبا مكسر جمع كلاوية دتوني بلاي فعلت الرجال فعل الرجال جاء المسلمات جاءت المسلمات مضى الأيام مضت الأيام زور باشو او وقت اللي جمع مذكري سالمش دبي اما دوسش تام زانين هند استثناءاتي تدا استعرسان لكم سعد الله بردعي رحمه الله افرمي زوربوني ام مثالانا برو اويا كجمع كان لم حكم دا تقدكي جمع كان لم حكم دا واتا لهناني تيو تركي تدا افرمي مصاوي ودلي اما تسريحيشا نك اشارة بلكو تسريحة لوك بريزي دفرمي وتأنيس الجموعي نعرف وتأنيس الجمعي لفظ جمع بجمع دينة ودبارة ليرة دا بلكو تسريحة بوك جمع كان مصابين بلام قلت من جمع مذكري سالم لم قاعدة وروتيا استثناءك بلام جمع مذكري سالم استثناءك ليه لا إما لنا وجمع مذكري سالم ده لها مكتبك أخوين دوما أنا وقت باسي إعرابك عندكين هندك مشتمان هن ملحق بجمع مذكري سالم لو أنا مثلا هندي جمع مكسر كالواقع ده إعرابي جمع مذكري سالم عندكين وكو مثلا بنونا شاو ده بنونا مفردي ابنة واقعا جمع مكسرة بلام إعرابي جمع مذكري سالم عندكين مثلا القرآن ده همانا آمنت به بنو إسرائيل ساوليتي آمنت به بنو إسرائيل لا آخر سورة يونس دايا لبحث جرياني فرعون دايا آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل آمنت به بنو إسرائيل فاصلك وتبقى جار مجرور لبيني بنو وكذاك مضافة بلو إسرائيلك ولبيني فعلك كذا بجار مجرور فاصلك وتبقى بلان بوجورش فعلك علامة تانيسي بخوي قلت بلا هرشان إعرابي بواو بنوني هي إعرابي زمن ذكري سالم هي بلان جمع مكسرة بو چونك واحدك واقعا دوچاري تغيير بو او ابنو ام بتبنونا ثالثي وهر بو جورا ارالونا وسنونا وسبونا وقلونا واذونا عزونا امانه كل امانه استثناء ذكر بتواي معنى اوانا كملحق بجمع ذكري سالم استثناء ذكر لم قاعده يعني اوان حكم جمع ذكري سالم يعني بلق حكم جمع مكسر يعني هي ذكر شرايتي او عاملك بعلامه تانيس وبهندريت عاملك بعلامه تانيس بهندريت. أقول النحويون اصطلحوا أن كل جمع مؤنث إلا جمع المذكر السالم أما تأنيس غيره فلأنه في معنى الجماعة نحوي كان صلح يانكردو اتفاق يانكردو لسر أم بابته أويش أويك هر جمعك مؤنثة مجر جمع مذكري سالم جمع مذكري سالم حكم مؤنثينية
أما تأنيس وغيره بلام تأنيسي هي غيره أتيته بو جمع مذكر سالم أو كغير جمع مذكر سالم حكم مؤنسي هي لبر أو يف لأنه في معنى الجماعة شنك بمعنى جماعة شنك دل فإن قولنا الرجال والمسلمات والأيام لمثال كان دا بمعنى جماعة الرجال جماعة المسلمات وجماعة الأيام يعني أقابل فعلت الرجال وكوا قلت فعلت جماعة الرجال يعني لواقع دا فاعل مضاف ومحذوف ومضاف إليها تتزيكاكي بس جماعتي شيا لفظي جماعتي مؤنسة ودواء أقبلين فعل الرجال وأما تذكره فلسلامة بناء المفرد فيه چونك واقعا بناء مفردك سالم ما وتوتيدا سالم ما وتوتيدا حتى لم قصقسيكي واقعا كليني نازانا بوشاري أو يفرموا فقال تأنيس الجمل غير حقيقي تاولي أما مذكر بنا كيف لسلامة بناء المفرد فيه وقعنا من أقصى نهزان جوريكا يعني شوكا مثلا الرجال واقعا مفردة كي سالم نما وتاني أو دوشاري تكسير بوت وتماشا هذا كي أويا قربا أولا كي الرجال مثلا الجمع كذا مكسورة ركا بلان لمفردة كي أتشيا واقعا توقت تماشا هذا كي مفتوحة أما واقعيتك وأما تذكيره فلسلامة بناء المفرد فيه فقال تأنيس بلين الجمعي غير حقيقي لأن الجماعة ليست مما في إزائها مذكر من الحيوان ولأجل أن تأنيس الجموع غير حقيقي قيل فعل الرجال وجاء المسلمات ومضى الأيام بترك التاء في الأفعال المسندة إلى هذه الجموع بلا وكذكر بو معنايا بلا وأما تذكيره أما أجر بمذكري دخوين دريتواني يعني جمعك أو جمعنا بمذكري دخوين دلي أويك صيغة مفردك سالم ما وتوتين يعني دوتاري تكسير نبوك أوان يبقي علماء كمن أجا دارم لم زمين دا دلين هر أوي أوليان أوان جوا أفرمون دلين أجر بلين مؤنسة بمعنى واقعا بمعنى جماعة أقبل مذكرة بمعنى جمعة يعني أقيا مثلا فعل الرجال يعني فعل جمع الرجال أو الدروس ترو صحيح ترو ركوبي أكترا أعلوي كشارح لي رداء بمجول فرميتي واقعا بس فقال بنا لسر أو فرميتي فرمي تأنيس الجموع أو تأنيس الجموع غير حقيقي تأنيس جمع كان حقيقين شوكا دفرمي جماعات لوانا يك لبرابر يا مذكر الى حيوان ببيت دي ولاجل ان تانيس الجموع غير حقيقي قيل فعل الرجال وجاء المسلمات ومضى الايام بترك التاء في الافعال المسنده الى هذه الجموع لبر اوكا تانيس جمع كان حقيقين يا دقت فعل الرجال وجاء المسلمات ومضى الايام ببيته لو فعلان داك إسناد داون برو أو جمعانية وأمجا وإنما مثل بثلاثة أمثلة دواتر جبوه سي مثالي هنا واتا مصنف سي مثالي هنا ليعلم بو بزاندر أن تأنيس الجموعي غير حقيقي سواء كان مفرده مؤنسا حقيقيا أو مذكرا حقيقيا أو غير حقيقي أفرمي بو بزاندر تأنيس جمع كان أجر هبيت تأنيسي كي واقعين جاء فرقنا كمفردك مؤنس حقيقي بيت هوكو مثلا مسلمات كمفردك مؤنس حقيقي مسلمتنا يا مذكر حقيقي بيوكو رجال كمفردك رجل مذكر حقيقي يا ظهر غير حقيقي بيوكو مثلا شي وكو بلين ايام كلمثال كذا هاتو لفظك لفظ ايام مفردك بيت يوم يتوقع مذكر حقيقي بل دواء وانا افرمي دواء أما طلبة يتمن أو تيكا واقعا يعني بتشاو إلى دو بيدروانم مجر أو دواء تشتي شكا لو شتا بزانم إنا واقعا بلا مجالبني أو تيكا جا مجر دواء تش تماشى شرح كاني مفصل كين
بزانین داخو لشرحکانی مفصل دا شارحین دلن چی اوی که من اگه دارم عمومی علماء دلن تأنیسی جمع با اعتباری جماعتا مذكربوني جمع باعتبار جمعة قال وتقول في الضمير الرجال فعلوا وفعلت والمسلمات جئن وجاءت والأيام مضين ومضت إما خوين من بيشترج لباسي فاعل دا أجر فعلك إسناد دين برو اسمك الظاهر كمؤنث مجازي به إما دو جربو من درستا فعلك علامة تانيسي بيو بيه بيو نبيت بلام كاتيك فعلك اسناد را برو زميرك كالتشوبو من ناس مجازيك اتري قمانية بلين فعلك ببيت يبيت وقتك تد الشمسو حتما دبي بلي طلعت چون كالليرة دا فعلك نسبة ددري برو هيك بو شمس دا جيتو اتري قدنية بلبزي تسكير بيهيني امش شتيك شبيه بو دلتو لكاتك كإسنادي فعلك هذا دي بلو زمير علي الرجال فعلو شاول لي بلا وفعلت والمسلمات جئنا وجاءت بلا البتة موكو أو باسي فاعلني و تبعت مشتيشك والأيام مضينا ومضت يعني واتتو بجمع دي خويني واني و بمفرد جدي خويني الرجال فعلوا يا الرجال فعلت اب عفو بجمع مذكر دي خويني واني يسي الرجال فعلوا دبيت جمع مذكر حقيقي ودوات دالي دشفين بلي الرجال تي فعلت بتأويل جماعات بالا المسلمات جئنا باعتبار جمعك دتوين بلي المسلمات جاءت بحر خالج باعتباري هر جماعته الأيام مضينا باعتبار جماعة ومضت عفو مضينا باعتبار جمعك ومضيت مضت باعتبار شيء باعتبار جماعتك بلى ولا شرح كش شارع توضيح ذلك احتياجي بخصي زيترناك أقول لما بين حكم الفعل المسند إلى ظاهر الجمع أراد أن يبين حكم الأفعال المسند إلى ضميرها كاتيك برز مخشري حكم تبيني حكم فعل شكرك إسناد دري برو ظاهري جمع كان ويسي تبيني حكم أو فعل نبدا فعل نبكا كإسناد دري برو زميري بلا لكاتك تبيني حكم فعل يكيرك إسناد دري برو ظاهري جمع كان ويسي تبيني حكم أو فعل نبكا كإسناد دري برو زميري جمع كان فقال فرمي وتقول في الضمير الرجال آوى إلى آخره تآخرك يعني الضمير إذا كان لجمع المذكر العاقل يجوز أن يؤتى به مذكرا على الأصل منظوري زمخشري أوي الضمير يعني الضمير إذا كان ضمير كاتيك بجمع مذكر عاقل ضميرك الزميري زميرك بودة شو بجمع مذكر عقل درست تو بجمع مذكر به يعني برابر أصلا قبل الرجال فعلوا شو كجمع مذكر كمان الرجال مذكر عقل ودفع بلي أو مفرد المنسى مفرد المؤنس به يعني اللي كوني في معنى الجمع شو كلام معنى جماعتها بس نحو الرجال فعلت أو كاتا وإذا كان لمؤنس العاقل يجوز أن يتابه جمعا مؤنسا على الأصلي وأجر إسناد ددرا برو جمع مؤنث عاقل جمع مؤنث عاقلة درست به يعني بجمع مؤنث برابر أصلك يعني وكو نسخة أصلك به يعني المسلمات بلي جئنا هادو كان بجمع أو مفردا مؤنثا يا أجر يا بمفرد مؤنث به يعني شنك اللي كونه بمن الشيء بمن الجماعات زرتك نحو المسلمات جاءت وكذلك إذا كان لجمع المذكر الغير العاقلي وهربو جوركاتك بجمع مذكر غير عاقل بو هربو جور ضلال الأيام مضينا أو بلابري أصلك أيام جمع أي مش جمع إذا تمام لي مالات باعتباري جماعات وقعا مثالي أم آخري المزج مثالي فوق العادة تائبتية
قال وتقول عفو قال ونحو النخل والتمر مما يفرق بينه وبين واحده بالتاء يذكر ويؤنس. نخل تمر لو اسم جنسانا و كجيوازي دكريتا بين اسم جنسكان واحدة كان بتي أوانش بمذكري دين يعني عامل كان كإسناد لابر واسم جنسانا بيتي دبيت ويؤنس جاري وشا عامل كان بتي ودبيت. أقول أسماء الأجناس إذا أطلقت وأريد بها الجنس فلا يدخلها التاء. اسم جنس كان كاتق بمطلقها ومنظور باسم جنس كان جنس بو فلا يدخله التاء إتر تناقر. بلام وإذا أطلقت وأريد بها واحد من ذلك الجنس يدخلها التاء. بلان كاتي هر أو اسم جنسان بمطلقها بلان منظور بيه جنس نبو أي منظور بيه داني لو جنس بو أو كاتت يدقره. فأراد مصنف ويستي أن يشير إلى حكم ذلك الجنس في التذكير والتانيث. ويستي إشارة بدا برو حكم أو جنسيا لتذكير لتانيث. فقال فرمي ونحو النخل والتمر يا ونحو النخل والتمر آوى من أسماء الأجناس التي يفرق بين جنسها وبين الواحد من جنسها بتائي يذكر ويؤنس. توضيح للا شارح. فإن النخل والتمر إنما يقال للجنس نخل تمر بو جنس دا قترين كبت النخل يعني كل حقيقتك ما هيتي خرمات منظورة أو شتيك بيدا قترين خرمة دار خرمة مثلا بلين يا تمر خد خرماك أو كده خرين نخل تمر بجنس دا قترين أمزا والنخلة والتمرة للواحد منه بدانا يقدر قتره درست أو تيلي ودا نخشي تأنيسيه بلان تيكا وكو قبلا بحثش ما كد أو تيلي نخشي شيه وحدتيه يعني دانيك لو جنسيه أو يقصك. ويجوز في الصفة التي للجنس التذكير والتأنيس أمزا هر أو جنسا كأو بصورتك عام دي دل اگر بو با موصوف و صفتك بو ام موصوف ذكر كرا درستا لو صفتا دا كبو او جنس ديت هم تذكير هم تأنيس. اما التذكير فلأن اللفظ مذكر اگر با مذكر بيهنين بدلو لفظك مذكر وش مذكر چونك لفظك مذكر دي موصوفة كده بيتا مذكر باجوا صفتكش بيتا مذكر. وأما التأنيس أما تأنيس صفتك فلأنهما لبر أوي جنسك كده بيتا موصوفك وصفتك بمعنى جماعة النخل وجماعة التمر. وقد ورد في القرآن بلى والأمثلة أم بابتا كصفتك بتسكير هاد بيه وبتأنيس هاد بيه بو اسم جنس لقرآن ده هاتوا ولا أمثلة ده هاتوا يعني لو مثالنا ده كعلماء ذكر ده كان يا عرب ذكر ده كان أمثلة بلين يا لمثلة كان ده اشتيش آوة بلين كبو معنى هابت بلا هاتوا لقرآن ده خي قولي لسوري حق ده كدلي اغتباسي أو قوم دكاك أو بايا هالي كرت على كأنهم أعجاز نخل خاوية. أعجاز نخل يعني ريشي دار خرما كان أها تني دار خرما كان بس الولاتي مثلا داري برو دار ومعزو دار هي وقتك كدي بريوان الدار كدك يتسر أرس طلع معنا كآوة أم بايا ليدان همو آوة كوتنسر أرس جا وكو تيوابون وكو بلين تني او دار خرمايا وابن كوا خاوية كوا وسطكي خالي بوبي وفاسد بوبي وكلور بوبي وحشتكي تلانا ما بي هذا قندال بوبي يعني او خلقه او باياك هاد اوهالي كرد ابمجور ام خلقه بارز دادا
باسی و عذاب اکا کبو او قوم هاتوا قومی سمود و اذانم الله اعلم که لسان شون قرآن ده هاتوا لیر داشت این مثلا نخل نخل جنس صفتی کی بو ذکر کلا صفتی که به مؤنث هاتوا چونده پس ل جنس کدا ک نخلا قیدی جماعت هيا بوی امیش دل خابیه به مؤنث هاتوا عكس كشي بمذكر هاتو كأنهم أعجاز نخل منقعر كالسور القمر ذهاتو باصم زاهلين هر أو داستانية بلان بجورج كذا اللي يودا كأو خلق ككوتن وكو تني دار خرما كان واب كوا منقعر بو منقعر يعني وقتك آها دار كدي تقيني بايكي تندي لشويني خويك تقين دراوة حالي أكاني وبأرزي داده دا دقيقا أم خلق آوابو يعني وكو يقول الله سريان لك رابطاني و إتر أو لاشيان بأرزك داد رابط سريان لبدن جياك رابطه برأسري أو بايا هر وكو چون أو دار خرمايا كقوية ولو قلدايا وقتها بايكي تندي حالي داكاني وبأرزي داده دا جياك رابطاني لجيك تشيلغا كي خوي كتيا چقن دراوا أما نجو حالتا أمبو پس نخل همان اسم جنس که کاکیبرا منقعر وصف کیتی. ام صفته به مذکری هاتوا. به اعتباری او دلیل نخل لفظ واقع مذکر. علامتی تانی سی پی و نیا. پس ایمش وصف کی به مذکر بودینین. اما مثال قرآن ده. ويقال تمر طيب و تمر طيبة. تمر اسم جنس طيب لفظ که مذکر به امش مذکر بی. تمر طيبة تمر قيد جماعتي تلا لحاظ ذكري أخت جماعتي تلا لحاظ ذكري كمؤنسة تبعة تدلي طيبة دلي لتشاك ويكي أما مومانا لبحثي بانز قسم اسم دا ظاهرا مصغر ما وكاويش تابتية بحثي زوزة تابتية دوات البحثي منصوب ما وكاويش واقعا بحثي تابتية اتر ودو دبلو كوتاي بحثي كان دروين هر خواهی گوره توفیق ما دیم و بتوانین اما مباحثه که مباحثه که فوق العاده به ارزشن بیان گینی نشوینی خوی و واقعا توانی به اتمن خزمتک به فقیانی ولاتی کردواری بکین لخواهون دی تبارک تعالی داوی توفیق به همو لایگ کمو خواهی تبارک و تعالی توفیق به همو لایگ دا و صلی اللہ و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.